أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى من سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، طلاب الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في الجزء الثالث من المحاضرة الرابعة لنذكر الممنوع من الصرف من الصفات. الحالة الأولى الصفة على وزن أفعل فعلاء، أفعل مذكر فعلاء مؤنث. الصفة على وزن أفعل مؤنثه فعلاء، مثل أحمر حمراء، أشقر شقراء، أبيض بيضاء. تقول مررت بوردة بيضاء، الباء حرف جر، وردة اسم مجرور، وعلامة جره الكسرة. بيضاء نعت مجرور بالفتح نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف. ولا تقل مررت بوردة بيضاء، منع من الصرف لسببين: السبب الأول أنه صفة، السبب الثاني لأنه على وزن فعلاء. ولو جئنا بمثال على المذكر تقول بياض البيض أبيض، فأبيض، ولا تقل أبيض لأنه ممنوع من الصرف. لماذا منع؟ لأنه على وزن، لأنه صفة، هي السبب الأول، على وزن أفعل. الحالة الثانية الصفة على وزن أفعل فعلى، أكبر كبرى، أصغر صغرى، أعظم عظمى. الحالة الثالثة الصفة على وزن فعلان فعلى، سكران سكرى، بطران بطرى، عطشان عطشى. تقول مررت بولد عطشان، النون عليها فتحة وليست التاء مربوطة في الآخر، فعطشان نعت مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف، منع من الصرف لسببين: السبب الأول لأنه صفة، السبب الثاني لأنه على وزن فعلان. أيضا يمنع من الصرف الصفة على وزن فعل، مذكره آخر، مثل أخر وآخر. تقول فعدة من أيام أخرى، فأيام اسم مجرور بالكسرة، أخرى ولم يقل أخري، نعت مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف، منع من الصرف لسببين: السبب الأول أنه صفة، السبب الثاني على وزن فعل. أيضا يمنع من الصرف الصفة على وزن فعال أو مفعل، وذلك في الإعداد: مثنى، موحد، ثلاث، رباع، خماس، عشار. يقول الله عز وجل الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. أجنحة مضاف إليه مجرور بالكسرة، مثنى وثلاثة، ولم يقل وثلاثي لأنها معطوفة على مضاف إليه، فثلاثة مجرورة بالفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف. بقي أن نشير إلى الممنوع من الصرف لسبب واحد، وهو ما كان على وزن مفاعل أو مفاعيل، مثل مساجد ومصابيح وأبابيل وهكذا.
يقول الله عز وجل: وأرسل عليهم طيرا أبابيلا. فطيرا منونة، أبابيلا لم تنون، ممنوعة من الصرف. هل هي علم؟ لا. هل هي صفة؟ لا. إذن لماذا منع؟ منع لسبب واحد، لأنها جمع تكسير، صيغة منتهى الجموع على وزن مفاعيل. وهكذا كل جموع التكسير، صيغة منتهى الجموع على وزن مفاعل أو مفاعيل، ممنوعة من الصرف. تقول: صليت في مساجد كثيرة. مساجد اسم مجرور بفي وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف. الحالة الثانية: ما ختم من الأسماء بألف التأنيث، مثل شكوى وبلوى. فشكوى ممنوعة من الصرف لأنها مختومة بألف التأنيث. ولا نقول سلوى، لأن سلوى علم مؤنث ومنتهي بألف التأنيث، وبالتالي يكون ممنوعا لثلاثة أسباب. المهم أنه يجر أيضا بالفتحة وممنوع أن ينون. تقول: هذه شكوى من سلوى. فهذه اسم في أول الجملة، اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. هذه شكوى، شكوى خبر المبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، وهو ممنوع من الصرف لأنه مؤنث ومختوم بألف التأنيث. أحبابي الكرام، هذه الحالات التي تتعلق بالممنوع من الصرف نعرفها جيداً ونطبقها حينما تأتي معنا في جملة، فنجره بالفتحة نيابة عن الكسرة، ويمنع التنوين مطلقا. هذا ما أردت قوله في هذه المحاضرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.